ناس كتير بتسألني امتى هتتعرض مسرحية بودي جارد اللي هي آخر مسرحية عادل إمام. يا جماعة هتتعرض؟ لا، المسرحية خلصانة بقى مثلا 5 6 سنين، وعادل إمام كممثل يعني والناس بتحب مسرحياته ما عملش في حياته غير 6 7 مسرحيات، فالناس منتظرة مسرحية بودي جارد. فدايما أقول لهم بصوا، يعني الموضوع من الآخر، عادل إمام سايب بودي جارد لحد بعد ما يموت عشان اولاده ما يعرضوها، يعني ياخدوا فيها مبلغ كويس، وساعتها تاخد الضجه الكبيره ان هي مسرحيه البودي جارد وهو طالب فيها مبلغ كبير جدا، لان هي انتاج اخوه اللي هي شركه عادل امام، يعني عصام امام يعني. بس فما تستنوش المسرحيه مش هتتعرض دلوقتي.